السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال ويسعد صباحكم أينما كنتم. معكم عادة الحياة ومتابعين الكرام، وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا النهاردة شم النسيم، وفي ناس كتير جدا مش مراعية نهائيا ان احنا في خطر او في تفشي فيروس كورونا، ومتجاهلة الامر ده، ومفيش عندها مشكلة انها تدخل اليود في جسمها بنسبة كبيرة جدا من غير ما تعرف ايه هو ممكن الخطر اللي تشكله، وممكن يحصل حاجة او لا، او 7 عوامل بالظبط تقدري تفرقي بينهم، عن تسمم الفسيخ وعن اعراض فيروس كورونا المستجد. ولكن عزيزي المشاهد، لو اول مرة بتزور القناة، فضلا منك طبعا وليس امرا، قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجبك. الاسماك المملحة بتنطوي طبعا تحت درجة احتوائها على ميكروبات ضارة، بتتحول بجسم الانسان الى مواد بتزيد فرص الاصابة بالتسمم. ممكن جدا ان احنا نكون عاملين الفسيخ في البيت ومنظفينه، بس احنا في زمن تفشي فيروس، ومفروض ان احنا نحافظ على المناعة بتاعتنا، عايزين نقويها. ومعروف ان اليود اللي هو نسبة الاملاح لو زايدة في جسمك هتكون اكثر عرضة للتفشي، ولكن ما بناخدش في عين الاعتبار اي حاجة. احنا النهاردة ان شاء الله اقول لكم الاعراض المشتركة بين الاتنين، لو ظهر على اي حد فيكم الاعراض ربنا يسلم الجميع، يقدر يلجأ لاي مستشفى. الاعراض المشتركة بين التسمم الغذائي وكورونا: اسهال، ارتفاع درجة حرارة، صداع، رعشة الجسم، التهاب الحلق، الام في العضلات، ضيق التنفس. دي الاعراض المتشابهه. لكن هي ايه هي اساسا اعراض التسمم الغذائي؟ اعراض التسمم الغذائي: ازدواجيه الرؤيه، صعوبه البلع والكلام، جفاف الحلق، ضيق التنفس، الام شديده في المعده، اسهال، قيء مستمر ما بيقفش، ضعف العضلات الجسم، بتحس ان انت كده مرخيه مش قادره تقف على جسمك، الارض مش شايلاكي. هي بقى أعراض فيروس كورونا الشائعة: السعال الجاف، ارتفاع درجة الحرارة، صعوبة التنفس، الإجهاد، التهاب الحلق، سيلان الأنف. الغير شائعة: احمرار العين، يعني لون الشفايف بيكون أزرق، ألم في العضلات، اضطرابات المعدة. ده بكل سهولة انت معاكي كل الاعراض اللي ممكن لو لا قدر الله في تسمم، سواء من الفسيخ بسبب الاملاح الزايدة او اعراض مشابهة بين كورونا، يبقى انا هنا قلت لك كل الاعراض بكل سلاسة وبكل بساطة. اتمنى ان الناس فعلا ما تخضعش السنة دي للمملحات بشكل عام. انا واحدة من الناس بعمل الفسيخ في البيت وبعمله على ايدي، ومع ذلك ما جبتوش السنه دي، ومش هدخل اي املاح، وهقوي المناعه قدر المستطاع، واكبر قدر ممكن هحمي نفسي وهحمي اسرتي. دعينا الله عز وجل ان يرفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.